السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم أهل الود، وحييكم تحية الإسلام من بوابة الإسلام إسطنبول، حفظها الله تعالى وجعلها حاضرة عامرة بالإيمان إلى يوم الدين، اللهم آمين. اليوم هو الجمعة 27/2/2016 الموافق للسادس المحرم 1438. الأدب يا إخوتي أساسي لثبات الأمم ولاستمرار حضارتها ونهضتها، والأدب من الأخلاق، والأخلاق هي أحكام شرعية ترجع إلى الدين، إذن الأصل هو الدين. والشاعر عندما قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، أي إن ذهب دينهم والتزامهم بالأخلاق الحميدة النابع عن التزامهم بدينهم فذهبوا. أكبر مظهر للدين هو الأخلاق والأدب، الأدب بالذات. والأدب كان متمثلا حاضرا في سوريا وفي بلاد الشام، كنا نعيشه حاضرا يوميا في معاملات الناس بعضهم ببعض في الأيام القديمة السابقة، ثم بدأ يخف. ولكن عندما جئنا إلى هنا إلى تركيا ما زال هناك كثير من هذا الأدب، الأدب في التعامل، احترام الكبير، شيء ملاحظ عندما تركب الباص هنا في اسطنبول. إذا كان رجل عجوز مباشرة تقوم الإمرأة والشاب كلهم يقوموا له ويجلسوه، أدبهم مع بعضهم البعض كما حدثني البعض أمر مميز. فمثلا يحترمون الأخ الكبير وهو الوحيد الذي يسمونه آبيه، احترام شديد جدا، احترام الكبير، تقبيل يد ليس هو مسخرة أو هزء، هو جزء من منظومة معينة أدبية تعطي احترام الكبير واحترام الأكبر مني سنا. يعني مثلا إذا جاء صديق لوالدي مثلا، فأنا مباشرة أقبل يد صديق والدي إكراما لوالدي، وحتى النساء أيضا يفعلن نفس الشيء. يعني الحياء، الأدب، احترام الكبير، الأسلوب بالمعاملة، هذه كلها أمور لا يمكن لإنسان يدعي أنه متدين إذا لم يكن لديه هذا الأمر واضح. الابتسام بوجه الغريب، ابتسامك بوجه أخيك، مساعدة المساكين، مساعدة المحتاجين، كل هذه الأمور مهمة. والأهم منها احترام الوالد والوالدة، أقل ما فيه الأدب مع الوالد والوالدة. يعني كان الصحابة والسلف تعاملهم مع الوالد والوالدة، يعني كان كما يقال لا ينظر إلى الصحن مخافة، عندما يأكل مخافة أن تقع عينه أو يده على لقمة وقعت عين أمه عليها. وفي هذا الباب الشيء الكثير، واحترام المعلم واحترام الأستاذ واحترام الأخ والعطف على الأخت، كل هذه من الأخلاق الجميلة التي ينبغي علينا أن نلتزم بها مهما حيينا، لأن ببقائها بقاؤنا وبذهابها اندثارنا واندثار حضارتنا. اللهم يا رب أدبنا، اللهم حسن أدبنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا يا الله، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.